أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن كريم ندفد لاعب الفريق يعاني من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية بعد مشاركته في مباراة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي أمس. وأضاف محمود أن ندفد لم يكن جاهزا لمواجهة كامبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تم اتخاذ قرار عودته إلى القاهرة اليوم. وفيما يتعلق بأكرم توفيق لاعب الفريق، قال محمود إن اللاعب تعرض لكدمة في الكتف حرمته من استكمال مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمس بالإمارات. نبقى مع طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أكد أن فرص لحاق عمرو السولية لاعب الفريق بمباراة كامبالا الأوغندي ما زالت قائمة حتى الآن. ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة، حيث لم يستكمل بسببها مواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأوضح أن اللاعب يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه لمباراة بطل أوغندا، حيث تحسم الساعات القادمة موقفه من إعلان جاهزيته للمباراة. وضع هاني وهبة طبيب التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للاعبي الفريق استعدادا لرحلة أوغندا التي بدأت صباح اليوم. وعقد وهبة جلسة خاصة مع الشيف محمد الدالي لترتيب كافة الأمور المتعلقة بوجبات الفريق أثناء تواجده في مدينة كامبالا الأوغندية.